السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو النهاردة حلو قوي، ان شاء الله كل ست بيت هتستفاد منه، حتى لو لسه في بداية جوازك هتستفادي جدا منه. ازاي تنظمي وقتك؟ انا هعمل تفريزات كده، بس التفريزات دي كلها من صدور الدجاج، يعني مش هستخدم لحوم. ما شاء الله انت تقدري تستخدمي صدور الدجاج في وصفات كتير جدا. قد ايه بتنفع لو في المدارس، قد ايه بتنفع لو في رمضان، قد ايه بتنفع حتى لو في الايام العادية، عشان تساعدك تنظمي وقتك، مش تبقي طول اليوم واقفة في المطبخ. يعني اكتر حاجة بتاخد مننا وقت المطبخ وتحضير الاكل، وكمان مع المدارس وضغط الولاد. فكويس جدا ان انت تجيبي صدور دجاج، الوقت ده الفراخ كويسة، فيعني لو جبت 2 كيلو هيظبطوا معاك الدنيا. وهنعمل كده الوصفات دي كلها بطريقة حلوة، واضافات كلها مفيدة. ما شاء الله قد ايه وهم موجودين في التلاجة او في الفريزر بيبقوا مريحيني نفسيا، ان انا هقدر استخدم النهاردة. صحية مش قادرة اعمل اكل النهاردة، مضغوطة مع الولاد في الدروس او حتى في رمضان، وعايزة افضي وقت للعبادات. فبالتالي يعني بنسميها دي كده ايه، المنقذات بتاعتنا احنا كستات بيوت. تابع الفيديو للاخر، هتستفيدي كل جزء في الفيديو هتستفادي منه. انا عاملة وصفات كتير والله، متكلمة بالتفصيل في كل وصفة، وكل المقادير عندي بالتفاصيل. اتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم. تابعوني وهنبدأ ونسمي الله ونبتدي باول وصفة على البوتاجاز. وابتديت ان انا اولع المية بتاعت، اولع المية بتاعت الفراخ اللي انا هسلقها اللي هي البانيه. طيب هنحط ايه؟ بسم الله. هنحط كده بصلاية صغيرة. انا مش حاطة مية كتير علشان انا يعني هعمل ايه بالمية كتير. انا بس عايزة اسلقها وخلاص، يعني عايزة اسلق البانيه او الفراخ بتاعي وخلاص. ورقتين لورا كده، حبهان، واحدة وادي التانية. بصي انا موضحة لك كل حاجة هم، تمام. ده فص مستكة بيبقى جميل جدا مع الفراخ ومع اللحوم، يعني حلو قوي. طبعا انا مش هحط هنا فلفل اسود ولا كمان ملح، خلاص. ودي جزرة كده، مش جزرة يعني جزء من الجزرة، بطاطس اهي، البطاطس اللي انا سلقتها بقشرها، خلاص. انا سلقت البطاطس بقشرها. ليه بقشرها؟ علشان ما تاخدش مية كتير وتفك منك في الكفتة. الكفتة دي لذيذة جدا جدا، وهنحط لها اضافة كده هتخليها طعمها تحفة كمان. كده المية بتاعتي غليت، وهبتدي بقى انزل ايه، انزل قطع الفراخ ده نص كيلو، وهياخد نص كيلو من البطاطس، تمام. وهنحط له بقى كده، هنحط له تكتين حلوين كده، هيخليه طعمه جميل جدا. خلاص كده الفراخ خلصت معايا اهي، ما خدتش وقت خالص. هطلعها بقى كده بره ونشوف الخطوه التانية ان شاء الله. طلعتها معايا بالشكل ده، بصي بقى قد ايه كده لونها فاتح وجميل وريحتها حلوه جدا. ما حطناش فلفل اسود، انا كده خدتها وهروح ايه افرمها. وخدت معاها كمان قطعتين الجزر الصغيرين دول، طبعا لو جزر كتير لا هيخليها تفك، فانا ايه بس خدت القطعتين دول علشان هيدوا تستحل، وفي نفس الوقت مش هيأثروا على اي حاجه. بصي جميله جدا وفاتحه، وده هيطلع لك بقى كفته ايه، كفته فاتحه خالص وجميله، ان شاء الله هتعجبك قوي. هفرمهم في الكبه، ونرجع بقى للخطوه المهمه جدا جدا والتتبيله بقى والسر اللي فيها. طيب دلوقتي البطاطس معايا جاهزه، هرسيها بالشكل ده، تمام. موضوعها سلس خالص خالص. الفراخ اللي احنا فرمناها سوا في الكبه اهي، طبعا لو انت مش عندك كبه في المطحنه بتاعت الخلاط، لو برضو مش عايزة هاتي السكينة وفضلي فتفتي فيها، قطعيها حتت صغيرة، على فكرة هتديكي برضو نفس النتيجة ما تقلقيش يعني، تمام. بصي بقى احنا كده ايه، هي كلها هي متفتفتة معاكي. ما شاء الله، يعني هي هتطلع لي كمية حلوة جدا، وفي نفس الوقت بقى طعمها تحفة تحفة بجد والله، وقيمة غذائية يعني. بصي
حاجة جميلة جدا. خلاص كده انا كده جهزت اهو، هنزل بقى عليها بايه؟ نص كوباية، نص كوباية، عارفة الكوباية اللي هي 200 مللي دي، جبنة شيدر، جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، اختاري حاجة من الاتنين. انا هنا حاطة ميكس، انا حاطة هنا ميكس كانت عندي، انا على طول بجيب الاطباق اللي هي فيها الثلاث انواع، تمام، ومش غالية. يعني انت لو رحت عند اي سوبر ماركت وقلتي له عايزة طبق ميكس اجبان هيديكي الطبق تقريبا ب 14 جنيه حاجة زي كده. في كتير يعني، انا والله واخدة جزء وشايلة كتير لسه منه. هتحطي نص كوباية، خلاص نص كوباية، طبعا دي تكة حلوة تدي طعم حلو لكن مش اساسية. انت عايزة تستغني عنها الوصفة تطلع معاكي حلوة جدا، لان البطاطس طعمها حلو والفراخ طعمها حلو. خلي بالك هنا انا محطتش اي حاجة، لا سلقت الفراخ بملح ولا سلقت البطاطس بملح، وانا قصدي ده لاني انا عارفه ان انا هستخدم جبن، والجبن دي فيها برضه ملح، والبطاطس والفراخ من الحاجات اللي بتكتسب طعم الملح بسهوله، فاكتفيت ان انا هبهر بس دلوقتي، تمام. طيب معايا ايه بقى اهم حاجه؟ نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من الملح، معلقه الا ربع، طبعا انا بتكلم في المعلقه الصغيره معلقه الشاي، معلقه الا ربع بابريكا، نص معلقه من الكزبره، تمام، ورق لورا، ورقتين اهم، طبعا انا مش هحطهم سلام، هقول لك هعمل ايه دلوقتي. اتنين من الحبهان، وحدتين حبتين اتنين. البهارات دي بقى، دي بهارات فراخ، بهارات الفراخ دي فيها كاري وفيها جوزة الطيب، انا عارفة انا بتعامل مع مين وعارفة انا باخدها فيها ايه. طيب في حالة ان انت مش عندك البهارات دي او مش جايباها من عطار مش مضمون، هتعملي ايه؟ تحطي رشة جوزة الطيب، وتحطي نص معلقة من الكاري، نص معلقة من الكاري، لان الكاري من الحاجات اللي بتليق قوي 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 في الفراخ، وفي نفس الوقت بتديها طعم حلو قوي. خلاص لو انا ما عنديش بهارات فراخ حلوه ومضمونه كده، عشان لو البهارات مش حلوه هتغير الطعم معاكي، هتعملي ايه؟ على طول هتستبدليها برشه من جوزة الطيب و نص معلقه من الكاري، خلاص تمام. انا عارفه ومتاكده ان دول فيهم المكونين دول. انا هاخد ورق اللورا ده، وهاخد الحبهان ده، وهفرمهم الاثنين، هفرمهم خلاص، لان انا مش عندي لسه حبهان يعني، انا لسه يعتبر جايبه التوابل اهو، وايه لسه ما طحنتش يعني، ببقى جايبها بس فيها سليم وبطحن الباقي، خلاص هاخدهم بقى اطحنهم ونرجع مع بعض تاني. انا قبل ما ارجع اهو انا ضفت البهارات، هكتب لك البهارات دي في صندوق الوصف عشان ما تنسيش. النهارده الفيديو حلو جدا والله، وهتستفادي منه جدا جدا بجد. خلاص هطحن دول ونرجع نضيفهم ونخلط المكون ده مع بعض، ونشوف هنشكل ايه ازاي. وهقولك على تكة مهمة جدا جدا هتفرق معاكي في الكفتة وفي قوامها، وهنقول هنستخدم ايه للكفر الخارجي، تمام. خلاص انا فرمت دول، هبتدي بقى انزل عليهم كده اللي احنا قلنا عليهم اهم. عايزة اقولك ما تكتريش بجد في البهارات، اسوأ حاجة ان انت تحطي كميات كثيرة، تمام. هنقلبهم بقى ونفصل الصوت شوية علشان ما تصدعوش من ندى، ماشي. خلاص عجنتها وبقت معايا كويسه اهي زي الفل، ما فيهاش اي حاجه. هعمل ايه بقى؟ هنشكلها سوا كده، طبعا انت شكلي براحتك، شوفي انت عايزه تعملي ايه واعمليه. هي استعمليها بيضاوي، تعمليها كويرات كده، براحتك بقى يعني، فاهماني؟ بس ايه يعني التشكيل ده اصلا مش صعب، اللي انت بتعرفي تعمليه اعمليه. انا هو بشكلها معاكي اهو، بصي ما خدتش معايا اي حاجه، حتى انا كنت ضايفه بصي هنا معلقتين زيت علشان استخدمهم، بس ما شاء الله يعني الدنيا ماشيه معايا كويس اهي، مش لزقت ولا اي حاجه.
تمام، ما تحاوليش تخليها سميكه قوي ولا رفيعه قوي، تهيألي كده معقوله اهي. بصي نساوي كده، بس ما شاء الله برضو متساويه وجميله، ريحتها حلوه قوي قوي قوي. الاساسيات في الوصفه دي، ما تكتريش التوابل الكميات، يعني قايلين نص، هو الوصفه هي كده تمام. بصي انا هشكلها كده، في برضو انا هنا فرده كيس جنبي، الكيس ده بصراحه بيسهل عليا كتير. انا عندي كيس ثلاجه نظيفه بالشكل اللي انت شايفاه ده، بعمل بانيه، بعمل تحضيرات على طول معايا الكيس ده، بروح فاتحاه كده ومشتغل عليه، وبعد ما اخلص برميه. بيوفر كتير جدا في ان انا استخدم صحون كتير اثناء الوصفات. بصوا هنا انا ضفت بضايه فلفل اسود، لبن، اهو بضايه فلفل اسود، رشه بسيطه لبن، تمام. يلا بقى هنغلفها مع بعض ونشوف. انا ما دخلتهاش التلاجة، عايزه تدخليها التلاجة دخليها براحتك، ما فيهاش اي مشكله، بس انا لقيتها تمام ماشيه معايا ومتماسكه. يعني التغليفه بتاعتك هتبقى ايه؟ طبعا انا هنا بصي بقى موفره خالص المواعين بتاعتي، انا هستخدم العلبه البلاستيك دي عندي، وده الكيس اللي انا هعمل فيه الفيجيتار. بصي ده فيجيتار انا ببقى عاملاه، يمكن نزلته قبل كده قناتي الفيديو بتاعه ده، ببقى عاملاه وسايباه عندي جاهز خلاص. انا هنا بقى استخدمت البقسماط اللي انا قلت لك عليه، ده عباره عن ايه؟ بقسماط دقيق نشا وخلطه كريسبي مطحونه. هبتدي احط لها شويه من خلطه الكريسبي الصفره دي اللي بتتباع عند العطارين. هبتدي ان انا احط لها شويه صغيرين علشان ما تبقاش ناشفه جدا، وفي نفس الوقت هتديها برضو قرمشه ولون حلو. وهحط لها معلقتين من الفيجيتار العادي، عايزه تحطي حار براحتك، طبعا حسب الرغبه. هحط لها معلقتين بس كده كفايه، لاني طبعا البقسماط الاولاني ده انا ببقى مبهراه يعني، بس ببقى معتمده فيه ان هو بقسماط نشا دقيق سن بيكنج باودر كده يعني، انا ببقى عاملاه بالطريقه دي. هقلبهم مع بعض كده كويس جدا، وهبتدي بقى ان انا انزل ايه، انزل بالكفتة اللي معايا. الكفتة دي يعني ان شاء الله بإذن الله هتجربيها وهتشوفي بنفسك بقى طعمها عامل ازاي. انا كده برب شوية البيضة مع الملح مع اللبن، تمام. وهبتدي اجيب شوكة عشان ما بهدلش الدنيا، وانزل كده، انزل بالكفتة بتاعتي، مغذية جدا وحلوة جدا جدا جدا. عايزة اقولك وهي سخنة بقى وتطلعيها كده، احنا يعني المفروض دي هشيلها، لا عملنا منها طبق من كتر ما هي كانت جميلة. فالجبنة بتبقى سايحة كده من جوه، لا حاجة جميلة بصراحة، هتعجبك قوي. وصفة جميلة وموفرة جدا، نص كيلو من البانيه واخد نص كيلو من بطاطس، غير بقى الحاجات التانية اللي احنا ضايفينها، مطلعة حوالي كيلو وربع، تمام. هبتدي بقى اجيب الاطباق بتاعتي واعمل ايه، هفرزنهم. هم طلع حوالي 3 اطباق، وما شاء الله انا مش ببقى عامله الطبق يعني ما فيهوش كتير، لا انا ببقى مالي الطبق على اخره. يعني انا لو حبيت مثلا اخلي الحاجه دي كتيره جدا 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 قدام عيني كده، هتبصي تلاقيني حاطه في كل علبه يا دوبك صف ولا حاجه، لا انا فعلا فعلا ما شاء الله التفريزات دي كنت بحط طبقتين فوق بعض، علشان احنا ما شاء الله اسره كبيره. ف حسب عدد الاسره ابتدي ان انت املي العلبه بتاعتك، شوفي عددكم قد ايه، فهماني؟ يعني انت شوفي العدد بتاعكم قد ايه عشان ما تهدريش في الحاجه، وحرام يعني، فالحاجه دي بتبقى تعب ومجهود مننا احنا، وفي نفس الوقت فلوس برضو من زوجك وبيبقى تعبان بيها وشغال. فيعني انت حاولي برضو تحافظي على الحاجه، وفي الاول وفي الاخر هي نعمه ربنا يعني، في ناس مش بتبقى لاقياها، فنحاول نحافظ على حاجتنا وتحطي على قد العدد اللي انت عدد اسرتك يعني. شوفي بقى انت هتظبطي الدنيا ازاي، تمام. انا خلاص كده مليت العلبه دي، وهبتدي ان انا املى العلبه الثانيه، وما شاء الله لقيتها، انا فاكره تاخد علبتين، لا خدت علبه كمان، بس احنا ما شاء الله كنا يعني كنا ساعتها عايزين نتعشى وكده، فعملنا منها، تمام. كانت تحفه، منتهى السهوله بقى. بصي الدنيا معاكي ماشيه سهله ازاي، والخلطه بتاعتك ولا وقعت ولا اي حاجه، ما شاء الله كميه زي الفل.
كده خلصنا اول صنف، نخش على الصنف الثاني. الصنف الثاني سهل جدا، شيش طاووق. عملت ايه؟ 3 معالق من الزيت، انا حطيت 5، انا بحب احط 5 لاني انا عندي الشيش طاووق اكتر من نص كيلو، انا وزنته على الميزان لقيته لا اكتر من نص كيلو. فخد علبة ونص من الزبادي، و حطيت له 5 معالق زيت، وحطيت كيس واحد من ايه، من الخلطة. الخلطة دي بجد تحفة، وهم يعني بحيي والله صحاب الشركة اللي هم عاملين الخلطة دي، جميلة جميلة واحلى على فكرة من فاين فودز. ما عجبتنيش فاين فودز، ماجي عجبتني اكتر في الشيش طاووق، رهيبة. وفي الشاورما برضو، يعني انا كنت جايبة اشتغلت بده واشتغلت بده، هما حلوين الاثنين، بس كأنا لو هختار هختار التانية. هبتدي بقى انزل الشيش طاووق بتاعي في التتبيلة، هو مكتوب على الكيس نص كيلو، لا عادي ياخد اكتر، ومكتوب كوباية زبادي على التتبيلة دي لا ممكن تاخد كوباية ونص، وهتضعف الكمية وهتمشي معاكي، وزي ما انت شايفة كده الخليط مكفي وزيادة وزي الفل. تمام، بصي الدنيا ماشية، يعني محتاجتش احط نص كيس تاني ومحتاجتش احط اي حاجة، لا تمام. دي بقى بتاعت الشاورما منتهى السهولة اهو، وهتطلعي بطعم بقى خطير. انا ممكن احطلك بهارات من عندي، بس بجد هي مسعفة جدا وفي نفس الرينج بتاع بره عادي، يعني التوليفة بتاعتهم حلوة. خلاص هنفضي بقى دلوقتي الشاورما. الشاورما برضو بتاخد كوباية زبادي ومعلقتين من الزيت او 3، تمام. بس الزيت بيخلي النسيج بتاع الفراخ ده حلو كده وطري، ومهما حطيتيه في الفريزر ما بيجرالوش حاجه بصراحه. انا اهو حطيت 3 وهزود تاني على فكره، هحط برده كوبايه ونص عشان ما شاء الله الشاورما طلعت معايا. عايزه اقولك ان الحاجه اللهم صل على النبي فيها بركه رهيبه، طلعت كل حاجه ما شاء الله بزياده يعني. وزي ما قلت لك انا لو عايزه اقلل الكميات في الاطباق كمان والله هقللها عادي، وهتبقى برده كويسه. فلا الحاجة طالعة جميلة جدا جدا، وما شاء الله طلعت معايا وصفات كتير. خلاص كده انا خلصت اهو، خدت النص بقى اللي كان باقي من الشيش طاووق حطيته على الشاورما، تمام. قلبتها اهي وبقت زي الفل معايا. نزلت بقى بالشاورما بتاعتي، خلاص انا بعد كده بقى ايه، هسيبها في التلاجة وهي والشيش طاووق، وهقطع لهم بقى الفلفل الالوان اللي انتوا شايفينه ورا ده. هقطع الشاورما فلفل رفيع خالص، وهقطع شيش طاووق مكعبات، تمام. وبعدين بقى هرصهم في الخلل دي، محتاجتش ما رضيتش اطول عليكم الفيديو لان الفيديو طويل بصراحه. كده بقى انا هشتغل في ايه، في كفته البرغل، وركزي معايا بقى لان هي تحفه تحفه بجد. دي بصلايه كبيره، انا ما حطيتهاش وسط، انا حطيتها كبيره، بصلايه كبيره بس لونها احمر، عشان انا قلت بقى تساعد ايه الكفته ان هي لونها كمان يبقى حلو، تمام. انا هنا بقى سبتها بالميه بتاعتها البصلايه بعد ما بشرتها ناعم. وبعدين دي قطعه من الدهون، قد ايه دي؟ حوالي 70 جرام. المفروض تحطي 100 جرام 150 جرام، بس انا مش عندي دهون، وفي نفس الوقت كفايه يعني، انا قلت خلاص كفايه كده. ده قد ايه بقى؟ ده 100 جرام من البرغل، او كوبايه الا ربع من البرغل، تمام. البرغل حلو قوي. ده ايه؟ ده منقوع، يعني انا بشوف وصفات كتير ما تنقعيش البرغل، لا البرغل لازم يتنقع، ما فيش حاجه اسمها البرغل يتنقع في ميه البصل، مش هيطلع بنتيجه كويسه. معايا هنا بقى معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره توم بودره، معلقه كبيره بصل بودره، نص فلفل نص ملح، تمام كده. ومعايا معلقه كبيره السبع بهارات، طبعا بصي منظرها تحفه. السبع بهارات دي هي وبهارات الفراخ بجيبهم من حد بصراحه ما شاء الله، ما جربتش اصلا او ما حبيتش ان انا اعملها من كتر ما هو بيبقى عاملها مظبوطه، تمام. وبقى التكه الحلوه بقى هنا معلقتين ونص كده، او معلقتين كبار، يعني خلينا في معلقتين كبار عشان دي معلقه صغيره انا شغاله بيها بس مترعماها على الاخر. خلطه الكفته، دي خلطه الكفته بتاعت ماجي، اي حاجه هتيها مش هتقول لا، يعني خلطه الكفته كلها شبه بعض. هعجنهم كويس قوي، بصي كده احنا عشان نقعين البرغل هي ساعه بس اللي انا نقعيه، وبعد كده صفيته. بصي طالع معاكي بسهوله اهو، بتعجنيه بيطلع معاكي بسهوله. انا جربته على فكره مش منقوع، بس يعني تعبني جدا، وفي الاخر برضو ما حسيتش ان الحبايه مرتاحه معايا. خلاص انا كده هدخله التلاجة يرتاح شويه، حتى معلقه كبيره من البابريكا، عايزه تزودي زودي. وفرمت الفراخ بتاعتي في الكبه، تمام، ونعمتها.
هبتدي انزل بقى بيها على الاتنين واقلبهم كويس جدا جدا بايدي، بس طبعا ده سيبته شويه ركنته شويه في التلاجة. ماشي خلاص، انا كده هقلبهم مع بعض، هقلبهم مع بعض كويس وهرجعهم تاني للكبة عشان يكونوا نسيج واحد خالص، يعني يكونوا ناعمين كده مع بعض زي العجينة بالظبط. ده يطلع طبعا الكفتة حلوة سواء لحمة او فراخ. ماشي، وهحط لهم قبل بقى بعد ما اخلص خالص هحط لهم بيكنج باودر. عايزة اقولك على حاجة، لو حسيت ان الفراخ بتاعتك طرية شوية حط لها معلقة نشا، يعني انت لو حسيتي من ملمسها كده ان هي طريه شويه حط لها معلقه نشا تلميلك الدنيا دي كلها. انا كده بحط اهو البيكنج باودر وهقلبهم مع بعض كده خلاص بعد ما ضربتها في الكبه. ماشي، هحط لها بقى ايه معلقتين كده من البيكنج باودر، دي معلقه كانت في الكيس وهحط معلقتين عشان ده كتير. تمام، هو نص كيلو بياخد معلقه صغيره، فانت لو عامله كيلو هتحطي عليه معلقتين صغيرين. خلاص كده تمام، هنقلبهم بقى تاني مع بعض كويس قوي، وبعدين ندخلهم التلاجة كده يمسكوا بعضهم شوية وتقعد كده ترتاحي العجينة بتاعتك، عشان لما تيجي تصبيها على الخلة تبقى كويسة معاكي. هتصبيها على الخلة بايه؟ بمية، بزيت. انا جربتها مرة بزيت، لا يعني بقت تزحلق كده، بمية. يلا بينا بقى نعمل الوصفة التانية، ده الاستريبس، احلى استريبس هتعمليه ان شاء الله. انا هنا جبت 3 كوبايات ونص من الدقيق وعليهم نص كوباية نشا وعليهم معلقة توم بودرة، معلقة بصل بودرة، نص فلفل اسود، كل ده معلقة صغيرة. تمام، وعليهم معلقة بيكنج باودر. خلاص نخش بقى على الحاجة التانية، ايه؟ كيس فيجيتار، ده بيبقى فيه توابل كده وريحتها بتبقى جميلة وبتبقى مظبوطة، هنضيفه برضو. ونضيف بقى التكام وتعتبر هي برضو بديل للخلطات السرية اللي بيعملوها برا. ايه هي؟ خلطة الشيش تاوك، البهارات اللي فيها جميلة جدا. هتنزلي بكيس على الكمية دي وتقلبهم مع بعض، وهناخد منهم كوباية هنفصلها والباقي هنسيبه للتغليف. تابعيني كده وركزي بقى هنحط على الكوباية ايه كمان. انا بقى دلوقتي هبتدي ان انا احط على هفصل الكوباية زي ما قلنا. انا حطيت شوية ملح، حسيت ان هي محتاجة شوية ملح، حطيت نص معلقة صغيرة. هبتدي ان انا اعزلهم كده وهحط على الكوباية كوباية زبادي، اهي الكوباية اللي انا بعزلها، هضيف عليها كوباية زبادي وكمان خل، معلقتين خل. تمام اهو مع بعضين اهو، طبعا ده الخل بيفرق برضو معاها بصراحة وبيطلع التتبيلة حلوة قوي، بيدي طعم حلو قوي. تمام، بيعزز الطعم، يعني الخل مع التتبيلة بتاعت الزبادي بتبقى حلوة. تمام، هنقلبهم بقى مع بعض كويس، وبعدين نبتدي ننزل عليهم بميه. الميه دي بقى تكون متلجه، ميه ساقعه لدرجه ان هي متلجه اهي. تمام، هتقلبيها كده لحد ما توصلي العجينه شبه عجينه الكيك، يعني عجينه الكيك بالظبط، لا هي بتبقى سميكه ولا هي بتبقى خفيفه، علشان تمسك معاكي على قطعة الستربس. ما شاء الله التتبيلة بتاعتك فاتحة كده وجميلة. عايزة تضيفي لبن ضيفي، بس الزبادي احسن، يعني الزبادي هيديكي طعم احسن. ولو ما عندكيش زبادي او لبن عادي استخدمي المية، استخدمي المية مع التوابل اللي احنا قلنا عليها. ماشي كده خلاص، انا خلصت، القوام ده كويس جدا. هنزل بقى قطع الستربس ونسيبها ساعتين كده تاخد الطعم ايه، ونرجع تاني نغلفها. التغليفة بتاعت الستريبس سهلة جدا جدا جدا، ما فيهاش اي غلبة ولا اي تعب ولا اي حاجة. تمام، هنقلبهم بقى مع بعض شوية لحد ايه ما كلهم كده يبقوا خلاص متغطيين بالخليط، وندخلهم التلاجة بقى يرتاحوا شوية ساعتين ساعة حسب ظروفك. بعد كده بقى انا جبت الطبق بتاعي علشان ارصهم على طول. بصي شايله ازاي من العجينه اللي احنا عاملينها، هتقلبيها
حوالي 5-6 مرات كده. ادي اول مره، دي اول مره كده اللي انا اديتها التغليفه الاولانيه. بصي بقى، اديتي كده التعريجات اللي انت بتبقى عايزاها. قلبي بقى تاني، لان التعريجات دي لا هتحتاج طبقه تاني. قلبي 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 وطلعي كده انفضيها. بصي بقى المره دي طلع الشكل معاكي واضح ازاي، يعني شفتي اول مره وتاني مره. هنكمل بقيه الكميه. بصي